الجزائر مباشر وقفة عند الخبر وتحليل لما ورائه في حدثي اليوم نتابع الجزائر تحقق خمسة ملايين دولار أمريكي من التصدير خارج المحروقات بفضل حرص رئيس الجمهورية على مرافقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين أما في الملف فلنا تحقيق الأمن القومي العربي ضمن أجندة القمة العربية الأبعاد والتحديات مشاهدينا الكرام في كل مكان اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصتكم الجزائر مباشر بدايه وبرعايه رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون اشرف اليوم الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن بالعاصمه على افتتاح اشغال منتدى التصدير الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بحضور مستشاري رئيس الجمهوريه واعضاء الحكومه ومتعاملين اقتصاديين الوزير الاول وخلال كلمته الافتتاحيه استعرض النتائج التي حققتها الجزائر في مجال التصدير ومنها بلوغ قيمه 5 ملايير دولار امريكي من التصدير خارج المحروقات مع نهايه سبتمبر من السنه الجاريه الوزير الاول ذكر بحرص السيد رئيس الجمهوريه على مرافقه المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وتقديم التسهيلات اللازمه لهم من اجل تثمين المنتوج الوطني والمساهمه في تحقيق بالوثبة الاقتصادية المرجوه. تدشين هذا المعلم الهام في مجال دعم الاقتصاد الوطني ودعم المستثمرين وهذا طبعا يدخل في تطبيق برنامج السيد رئيس الجمهوريه كما قلنا سابقا فالفعل الاستثماري في الحقيقه ليس فقط التنظير او بوجود هياكل تقوم بمرافقه المستثمرين ولكن عمليا يجب اعطاء الدفع القوي بمرافقه هؤلاء المستثمرين ميدانيا وحلحله كل المشاكل وكل العراقيل التي قد تصادفهم في انجاز مشاريعهم فالمستثمر موجود لكي يخلق الثروه ويخلق مناصب الشغل وبالتالي فهو عامل اساسي بالنسبه للاقتصاد وتنميه الاقتصاد الوطني ويجب كذلك تفعيل كل الاليات الموجوده من هيكل خاصة بالنسبة للمقاربة المقاربة لازم تتغير تسيير الشأن الاقتصادي لا يجب أن يتم بالمقاربة الإدارية فمن هنا فصاعدا تسيير الشأن الاقتصادي يتم بمقاربة اقتصادية إذا مشاهدينا الكرام ولمناقشة تداعيات وتبعيات هذا الإنجاز الاقتصادي الهام جدا نسعد باستضافة الأستاذ عبد اللطيف هواري إطال بوزارة التجارة وترقية الصادرات مرحبا بكم سيدي أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدي قناة الإخبارية الثالثة شكرا شكرا لكم على تلبية دعوة البرنامج كما نسعد أيضا باستضافة البروفيسور أحمد ترتار خبير اقتصادي مرحبا بكم بروفيسور أهلا وسهلا بك وبكل المشاهدين الأعزاء مرحبا بكم وشكرا لكم على تلبية دعوة البرنامج سيد عبد اللطيف هواري سوف ابدا سؤالي بكم ومن خلال ايضا تصريح كنتم قد ادليتم به في خلال الاشهر الاخيره الماضيه حيث اكدتم بان حصيله الاربع اشهر الاولى من السنه الجاريه لصادرات الجزائر خارج المحروقات ارتفعت بنسبه 82% مقارنه بان السنه الماضيه لتصل 2.2 مليار دولار هذا كان مؤشر تقريبا قبل اربعه اشهر وهو اليوم يحقق هذا المؤشر الجديد والذي يقدر بخمسة ملايين دولار صادرات الجزائر خارج المحروقات بداية ما هي قراءتكم لكل هذه المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أكيد بأنها إيجابية سيد هواري؟ شكرا أستاذة بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة كل المؤشرات في مجال التجارة الخارجية تعتبر جد إيجابية لا سيما وأن تصدير خارج المحروقات يعرف نسب تصاعدية هامة تصل وصلت من خمسين بالمئة إلى أكثر من مئة منذ سنه نهايه سنه 2020 اين تم تصدير هدف 5 ملايير دولار نهايه سنه 2021 الهدف تم تحقيقه بنسبه 100% اليوم في 30 سبتمبر حققنا 5 ملايير دولار نعم. ويعني هناك ارتفاع يعني نحن نتابع بصفه دوريه شهريه نسب تصدير خارج قطع المحروقات هناك ارتفاع يعني في كل المجالات وفي كل الشعب بنسبة لقطاع الصادرات وهناك سقف كان اعلن السيد الوزير الاول اليوم هو أكثر من 10 ملايير دولار نعم. في آفاق نهاية سنة 2023 اليوم منتدى التصدير المنظم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي والذي كان تحت الرعاية السامية لسيد رئيس الجمهورية وبإشراف سيد الوزير الأول وتقريبا طاقم الحكومي ما هو إلا دليل حقيقي وفعلي على اهتمام السلطات العموميه في البلاد والعليا بالتصدير خارج المحلوقات لان التصدير خارج المحروقات هو مؤشر جد ايجابي في التنميه الاقتصاديه للبلد. كذلك لما نلاحظ ان التصدير يتزايد بنسب متصاعده نجد ان هناك عده شعب انتاجيه تتميز بها الجزائر بقدرات تنافسيه سواء من حيث السعر او من حيث الجوده من اجل تسويق المنتج الجزائرية نحو مختلف الاسواق العالميه لا سيما الدول الافريقيه بنسبه كبيره وبدرجه اكبر الدول المجاوره بالنظر الى استغلال قرب المسافة و يا سيد عبد اللطيف للتفصيل إلى كل هذه أكيد. الإجراءات التي أفضت النهاية إلى هذه النتيجة الإيجابية بروفيسور ترتار قيمة تقريبا 5 مليار دولار كانت قد حققت خلال السنة الماضية يعني عكس هذا السنة يعني في تقريبا في تقريبا الشهر التاسع قام تحقيق هذا الرقم المهم جدا بصفتكم كخبير اقتصادي ما هي رؤيتكم والهدف كما ذكر سيد عبد اللطيف بأنه وذكر أيضا الوزير الأول أن الجزائر تسعى إلى تحقيق قيمة ما يقارب العشرة ملايير دولار للصادرات خارج المحروقات هذا الرهان رهان تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق هذا الهدف الذي كانت تسعى اليه الجزائر تقريبا في سياساتها الاقتصاديه وخاصه هذه السنه والتي صنفت ليس فقط عن طريق بيانات مجلس الوزراء انما عن طريق اليات محدده ميدانيه وهي سنه اقتصاديه بامتياز هذا الرقم بروفيسور ترتار يعكس يترجم هذه السياسات وهذه الاليات أليس كذلك؟ نعم أستاذ هو في الحقيقة أن التمشي الذي طلعت به الحكومة منذ دستور 2020 إلى يوم الناس هذا هو تمشي إيجابي كان التركيز بالأساس على الإقلاع الاقتصادي ومن خلاله على التنويع الاقتصادي وفعلا انه الان بمباشره هذه هذا التمشي والرسوء نقدر نقول الى بر الامان من خلال مجموع الاجراءات التي تم اتخاذها مجموع القوانين اللي تم سنها مجموع الوعاء نقدر نقول الاستثماري الايجابي الذي تم طرح أعطات الدافعيه لمجموعة المنتجين انهم يتوغلوا اكثر فاكثر في, في الانتاج، انهم ينافسوا منافسه لبقيه المنتجات اللي هي موجوده في السوق ولا حتى خارج السوق، تحول عدد المصدرين من 200 الى حوالي 1500 ونرنوا باتجاه 3000 مصدر، نعم. اذا كل هذه المعطيات من شانها ان تعطي دافعيه للتصدير وبالتالي تحقق الارقام اللي استهدفها السيد الرئيس واعتقد انه 5 مليون دولار بالنسبة لهذه السنة في أفاق يعني قبل نهايتها بحوالي ثلاثة أشهر يعني سنصل إلى سبعة نعم. تقريبا حسب ما كان مقرر السنة القادمة إلى عشرة نعم. وهكذا كل ما يكون هناك يعني تنمية اقتصادي كل ما هناك توغل في الفعل الاقتصادي كل ما تكون هناك فسحه استثماريه بين قوسين فسحه استثماريه طبعا من خلال الوعاء الاستثماري موجود من خلال يعني توغل صوب افريقيا توغل صوب شير العرب عمليه المقايضه على مستوى افريقي كثير من المعطيات هذه كلها من شانها ان تدفع بالتصدير و تمكن المنتوج الجزائري انه يتوغل في العمق الافريقي يتوغل في العمق العربي وهذه هي البيئه نتاعنا الاساسيه يعني قبل ما نوصلوا للمنافسه الشرسه مع شركات دوليه مثلا في اوروبا ولا في امريكا نروحوا العمق الساعة العمق اللي يستوعبنا اللي هو العمق العربي والعمق الافريقي واعتقد ان الان منتوجاتنا مطلوبه بكثره سواء كانت في المجال السياحي سواء كانت في المجال الفلاحي سواء كانت في المجال المنجمي سواء كانت في مجال المختلفه كلها مطلوبه من الاخوه العرب. بروفيسور <applause> هذا يعني بان الاليات التي التي تم استحداثها والاعتماد عليها من اجل تحقيق هذا الهدف يعني كانت في الطريق الصحيح وكانت مدروسه بطريقه صحيحه الى اي مدى؟ اعتقد بذلك لماذا؟ لانه لما توفر المناخ الايجابي م. الذي كرس يعني الفعل الاقتصادي وابعد البيروقراطيه، لانه الحقيقه المصدر كان يصدم ببيروقراطيه مقيته، م. كان تحويل الاموال لا يصل اليه، كان كثير من المعطيات، وبالتالي لما يعني كُسر هذا الجانب البيروقراطي وتم تفعيل الفعل الاقتصادي، استطاع المصدر اولا أن يتوسع انه يتعدد انه يصل الى مبتغاه هو ان يصل بالقيمه من كنا سابقا نتكلموا على واحد مليون دولار الان نتكلموا على خمسه العام الماضي نتكلموا القادم بالاحرى نتكلموا على عشره ربما في افاق آه 2030 نتكلموا على 20 نتكلموا على 25 وهذا كله في الحقيقه مقرون بالسياسات الاقتصاديه اللي تسنها الدوله واللي تكرسها والفعل الاقتصادي اللي يتم دفعه ايجابا نحو تحقيق الغايات المنشوده من طرف الحكومه. نعم هو كذلك بروفيسور ترتاك سيد عبد اللطيف بروفيسور ترتاك تحدث عن هذه السياسات المعتمده والحكيمه والتي كانت مبنيه على اسس صحيحه اقتصاديا وهذا ما كرس وما اعطانا كل هذه النتائج من بين هذه السياسات التي اعتمد عليها اولا المش الجزائري وأيضا في سياسات الاقتصاد من خلال التطبيق هو تطوير القطاع الفلاحي الذي لديه أهمية كبرى من خلال المساحات المزروعة الكبرى من خلال الاعتماد أيضا على إنتاج الحبوب القمح الصلب واللين وغير ذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي أيضا لا يمكن أن نتحدث يعني لا يمكن أن نفصل ملف الصادرات عن ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي أكيد بالطبع لا يمكن فصلهما مع بعض حقيقة تكلم سيد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات أن الاهتمام يجب أن يكون نحو الصناعات التحويلية التي تشهد الجزائر عديد المنتجات الفلاحية التي يجب أن تصنع أو تحول على أن تصدر بنسب عملة صعبة خام كذلك لما نتكلم على التصدير لازم يكون عندنا إنتاج لأن التصدير يأتي في مرحلة أخيرة حقيقة هناك عديد من المنتجين الجزائريين في عديد المجالات صناعة صيدلانية الفلاحة صناعة تحويلية الصناعة الطاقات المتجددة لما يكون هناك إنتاج وما يكونش هناك تسويق أكيد أنه المتعامل الاقتصادي المنتج راح تنقص العزيمة تاعو باش يزيد يطور من إنتاجه سواء من حيث الجودة أو من حيث عدة معايير أخرى ولكن لما يكون تسويق على أساس سليم سواء تسويق يعني كأولوية أولى هو تحقيق حاجيات السوق الوطنية بدرجة الأولى أولا ثم ثانيا التوجه نحو الأسواق الخارجية بدرجة ثانية والتوجه نحو دول الجوار من بين النقاط التي ذكرها الأستاذ أن هناك أن السياسات التي تم تطبيقها ولو كانت في ظرف زمني قصير جدا آه هذا يبين أن الأهداف التي سطرت من طرف السلطات العليا في البلاد كانت موضوعية وكانت مدروسة بطرق علمية لأنه في ظرف سنة في سنة نهاية سنة 2020 في أوت 2020 لما سطر السيد رئيس الجمهورية 5 مليار دولار في آفاق 2021 كانت هناك سنة ونصف يعني مدة قصيرة حققنا استطاعت الجزائر ان تحقق هذا الهدف في سنه 2022 ايضا نحن نحو تحقيق هذا الهدف سنه 2023 هذا كذلك عبد اللطيف يعكس حرص رئيس الجمهورية على مرافقه المستثمرين اولا من خلال استحداث هذا القانون الجديد لقانون الاستثمار ايضا حقيقي. والوكاله الوطنيه ايضا لتطوير الاستثمار والشباك الموحد لو نتحدث عن كل الاليات التي وضعها رئيس الجمهورية من اجل تسهيل المناخ للمستثمرين المحليين او الاجانب ايضا اكيد هو حلقه تحدي كبير يعني ورهان كبير اعتمدته السلطات العموميه اللي هو قانون الاستثمار الذي جاء لقي ترحيبا كبيرا من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين او الاجانب خاصة من من خلال المنتديات التي نظمت مؤخرا المنتدى الجزائري المصري او المنتدى الجزائري الايطالي، المنتدى الجزائري الفرنسي، حيث ان الاجانب النظراء الجزائريين رحبوا بمثل بهذا القانون الاستثمار خاصة وانه عرف صدور نصوص تطبيقية معه، واليوم شاهدنا تشين الشباك الموحد للوكالة الجزائرية للاستثمار، هذا ما يدفع الى البلدان الاجنبيه او المتعاملين الاجانب الى الاستثمار في الجزائر من اجل استغلال الموقع الجغرافي الهام للجزائر لا سيما ان قانون المناطق الحره قد نشر في الجريده الرسميه ونحن بصدد انشاء اولى المناطق الحره في الجزائر لانه الشيء الاهم انه الشركات الاجنبيه لما تجي تستثمر في من الجزائر تكون تستفيد من الامتيازات. باش تسوق منتوجاتها نحو سوق جزائرية يعني قارة الجزائر وكذلك بدرجة ثانية باش تصدر منتوجاتها نحو مختلف الدول الإفريقية خاصة وأن الجزائر الآن عضو مؤسس في المنطقة العرب الإفريقية للتجارة الحرة وأن تسويق منتوجاتهم نحو هذه الدول يستفاد من امتيازات على مدار خمس سنوات بتخفيض يقدر بنسبة 20% من حقوق الجمركية إلى السنة الخامسة أين يصل يعني تفكيك الجمركي كلي بنسبة 100% و تصبح يعني المنتوجات التي تصنع هنا في الجزائر عن طريق المناطق الحرة أو عن طريق مناطق صناعية أخرى تصبح قابلة للتصدير لذلك فإن الأفاق جد كبيرة خاصة وأن اليوم في المنتدى التصدير شهدنا لما أشرف سيد وزير التجارة على اختتامه قال كلمة جد مهمة أنه لن يذكر كلمة الاختتام وإنما يجدد الموعد لأنها هي بداية لورشة مفتوحة لمواصلة الديناميكية خاصه وان مسؤولي المنتدى اعلنوا عن تصدير يعني رهان تصدير ذكروا 30 توصيه وتصدير 30 مليار دولار في افاق 2030. نعم ايضا من رهانات التصدير بروفيسور ترتار كما تحدث السيد عبد اللطيف وأيضاً يعني تحضير هذا المناخ، مناخ الاستثمار الجيد للمستثمرين لاولا تحفيز المستثمرين المحليين وأيضا ايضا المستثمرين الاجانب والى جانب كل هذا يعني الى جانب هذا يعني التحفيزات والاجراءات تتماشى هناك المناطق الحره ايضا من اجل التوغل للعمق اذا المحلل والمراقب والمدقق للوضع الاقتصادي الجزائري هل يمكن له ان يجزم بان الجزائر توفر هذا المناخ المناسب للمستثمرين من اجل الرفع من الصادرات اكيد هو في الحقيقه ان الانطلاقه كما سافت هي انطلاقه واعده بكل المقاييس ولما نقول انطلاقه واعده يعني انها في سرعه قصوى طبعا من خلال مجموع الاجراءات اللي تم سنها في ظرف سنتين يعني منذ 2020 الى يومنا هذا يعني هناك في الحقيقه تمشي اولا توفير الوعاء القانوني وهو كان ربما آآ آآ باب الصد اللي هو كان دائما وبدأ يعيق الاستثمار ومن خلال هذا الوعاء القانوني سواء تعلق بالمناطق الصناعيه سواء تعلق ب المنطقه الحره سواء تعلق بقانون الاستثمار واعاده بعد الاستثمار طبعا مع قانون المحروقات 2019 الى اخره كل هذه نقدر نقول توفير بيئه استثماريه جاذبه هي اللي اعطت ربما دفع اولا للمواطن الجزائري يعني. الذي والذي يرافقها ايضا المنشآت القاعدية كالموانئ والطرق ايضا التي سأصل اليها، لماذا؟ لأنه لما نروح للجوانب الأخرى واللي الآن راهي بمثابة إقلاع على مدار سنتين أو ثلاثة نشوفوا نتائج رهيبة من ما في محتوى 2030 تكون نتائج عندنا غار جبيلات بما وبالتالي هو قطب سيشعل المنطقة الجنوبية الغربية إشاعاً كلياً آه وكف سنون في تبسة مجمع الفصفات أيضاً سيشعل المنطقة الشرقية الجنوبية إشاعاً كلياً يمتد من وادسوف إلى غيت عنابة وفي كل المشاريع يعني آه هناك مناولة هناك نقل هناك أكل هناك صيرفه، هناك خلق مناصب آه الشغل يعني ايضا نعم. الامر المهم جدا خلق مناصب شغل. نعم. أعطى حركيه استقطابيه للشركات الناشئه، استقطابيه للمؤسسات الصغيره والمتوسطه وادخالها في خضم المناوره وغيرها، اذا كأن هناك يعني عمليه دفع وتحريك للاله الاقتصاديه في هذه السنتين وستفتح بالتالي افاق رهيبه ورهيبه كل، بالاضافه الى ذلك أن هناك معطيات اخرى مرتبطه بهذا الاداء الاقتصادي، فتح الطرقات مع الأشقاء العرب والأشقاء معبر موريتانيا معبر ليبيا فتح الطريق اللي هو واصل إلى عمق إفريقيا حتى السنغال ثم تهيئة الطريق الإفريقي السابق ثم يعني التفكير في التوصيل نقدر نقول المواني يعني. عب... توصيل المواني نعم. ميناء شرشال سيكون ميناء واحد ميناء جنجل جيجل الان نعم. يعطي في ثماره وغير يعني والورشه مازالت مفتوحه وهي في طور الاقلاع وتاتي الان بثمار تقريبا 10 مليار على 10 مليون منا للسنه القادمه فيما يتعلق بالتصدير ل 200 مصدر الان 200 مصدر لما يولوا 1500 يولوا 3000 يولوا 6000 على مدار وفاق 2030 يعني يكون هناك تنويع تنويع اقتصادي كبير، تنويع في المنتوجات المصدره، منافسه شرسه ل حتى الوارده من الخارج، وبالتالي التوقف في العمق الافريقي يعطيها أرياحية. طبعا مع المرافقه نتاع البنوك، مع المرافقه نتاع قانون الاستثمار، مع المرافقه نتاع الرعايه الرئاسيه ورعايه الوزاره الاولى، كل هذه كل المعطيات س تثمر ايجابا على مدار 3 أربع سنوات وبالتالي سننتقل من الجبايه البتروليه الى التصدير يعني للمنتجات المختلفه ونحقق في الحقيقه كتل ماليه معتبره موازيه للجبايه البتروليه وهو الذي كان تقريبا استاذ يعني تقريبا هدف الابتعاد او حلم كما يعني سابقا في كان حلم السابقه نعم. الابتعاد عن يعني الريع البترولي نعم. والاعتماد على الصادرات الجزائريه خارج المحروقات بروفيسور ترتار هناك نقطه مهمه جدا ذكرتموها او اشرتم اليها المتعلقه بالواردات من خلال سياسه الجزائر لاحظنا ذلك ليس كبح انما ضبط ضبط نعم. لقطاع الواردات وذلك من اجل تشجيع القطاع الداخلي الانتاج المحلي والتصدير أيضا هذه الاستراتيجية يعني كيف ترونها أستاذ؟ هذه استراتيجية إيجابية لأنه يعني أولا كان عندنا تقريبا بين 39 إلى 43 ألف مورد نعم. ويورد يعني الأخضر واليابس كما يقال يعني النافع وغير النافع، ثم معظمهم كانت هناك نوع من الفوتره المضاعفه وهذه أقرها سيد الوزير الأول، وأقرتها حتى وزارة التجارة وغيرها، ثم كان تلاعب أيضا بعملية التوطين للأموال، نعم. هذا كان تلاعب كبير خاصة في فترة العشريتين الماضيتين، ثم أنه هناك بدائل متاحة الآن، هناك منتوجات محلية تطفو على السطح، هناك مستثمرين محليين راهم يكابدوا ويصلون بالمنتوج الجزائري إلى أعلى درجاته سواء من حيث الجودة، سواء من حيث السعر، سواء من حيث المنافسة، من حيث كل المعطيات الاقتصادية، إذا لابد أن يكون هناك نظرة لهؤلاء وبالتالي منع الاستيراد للمنتوجات القائمة في الداخل. تنظيم أستاذ <سؤال> نعم لا منع الاستيراد للمنتجات <سؤال> التي هي موجوده موجوده الآن. في الجزائر صح ونستورد فقط التي نحن في حاجه ماسه اليها، <سؤال> <سؤال> خاصه مرتبة منها مثلا قطع الغيار، <سؤال> مرتبط منها مثلا بالسلع وسعه الاستهلاك واللي لا مفر من استيرادها، وبالتالي تم تحجيم عدد يعني الموردين من 43 الى حوالي 13000 يعني حوالي 2 الى 3 تم استبعادهم باعتبار انه الموردات نتاعهم لم تكن مجديه للاقتصاد الوطني وهذه في الحقيقه من جانب هناك ضبط للواردات هناك توسيع يعني للصادرات نعم. وبالتالي سيتحسن الميزان المدفوعات، سيتحسن الميزان التجاري، ستتحسن التحكم في الكتله وهذا الذي يعني ساهم في تحقيق فائض في الميزان التجاري نعم. بخمس مليارات دولار خلال نعم. الفصل الاول من سنه 2022 ايضا من بين اهم المؤشرات الاقتصاديه نعم. في حين كنا نعاني من عجز يعني سنوات قليله ماضيه كان الميزان التجاري يعاني من عجز بروفيسور وهذا الصادر. هذا اذا لما يكون عندك ضبط اداري متميز، عندك نعم. رؤيه اقتصاديه واضحه، <applause> يكون عندك تمشي <applause> بما يؤدي الى عمليه الاحلال انا هذا المنتوج متوفر لدي اذا يحل المنتوج المحلي بدل المنتوج المستورد اذا عندي قدره على مثلا ميزه نسبيه في منتوج معين نشجع هذا هذا المنتوج معين وادفع للتصدير وهكذا بالتالي تقع الاحلالات بين المنتوجات وبين الموارد بما يؤدي الى حشد الموارد الحصول على اكبر قدر ممكن من الموارد وبالتالي الغاء كل ما من شانه انه يمثل خدر للاموال ولا خدر للعمله الصعبه ما خاصه في مجال الاستيراد والتصفيق. وبالمقابل بروفيسور ترتار ايضا بين استراتيجيات وسياسات الشراكه ايضا مع الدول الاجنبيه هي سياسه رابح رابح اكيد وفي نقطه مهمه جدا هو توطين التكنولوجيا حتى تتمكن المؤسسات المحليه من اكتساب هذه المعرفه وهذه الخبره والتجربه من اجل الانتاج المحلي بالنوعيه والجوده المطلوبه عالميا وبذلك ايضا تطوير يعني المنتوج المحلي نعم. السوق الوطنيه من جهه وايضا الصادرات من جهه اخرى واعتقد ان سوناتراك في هذا الامر تحديد نعم. لان احنا كي نتكلم نتكلم على بصوره عامه تمشي ايجابي في هذا الامر لما دخلت في شراكه مع خاصه شركه لوني وكذا ايضا اشركت مجموعة الشركات الوطنية اللي هي عندها باع في بعض المنتجات اللي هي مثلا في قطع الغيار في الطاقة الانتاجية للمؤسسة المعنية في غيرها بما يؤدي الى انها تستحوذ على التكنولوجيا من لدن الشركات الدولية وفي ذات الحين تعطي دافعية لهذه الشركات بما يؤدي انها تكبر وتتوسع وتحل يعني كبديل للشركات اللي كان يتم الاتيان بها من الخارج نعم وبروفيسور ترتر إذن ترون بان كل هذه المؤشرات يمكن كما ذكرتم ان تنعكس ايجابا على السوق الجزائريه وايضا المنافسه على المستوى الدولي اكيد وإحنا لما نتكلم على سوق الجزائرية ولا نتكلم على خلق ثروة والان في الحقيقة كل المشاريع الواعدة اللي تم اقرارها ما بعد دستور 2020 هي في الحقيقة مشاريع واعدة من شأنها أن وبالتالي تم شبه حصر كل القدرات المتاحة للجزائر سواء تحت الأرض سواء فوق الأرض سواء من خلال تكنولوجيا طاقة متجددة وغيرها وبالتالي تم بعث مشاريع واعدة لا حصر لها هذه المشاريع ستعطي ثمارها على مدار ثلاث أربع خمس سنوات وعندئذ سنحصل على اللي هو الريع البديل للريع البترول نعم وبالتالي يكون عندنا ملاءه ماليه جيده يكون عندنا اولا توطين للصناعات المختلفه ويكون عندنا ايضا عمل مفتوحه لكل يعني لاستقطاب الشبيبه المتخرجه من الجامعات واللي هي الان يعني تنتظر في هذه في هذه المشاريع بنوع من الشغف بروفيسور <applause> ترتا شكرا لكم استفدنا كثيرا من المقاربه الاقتصاديه التي طرحتموها اليوم في جزائر مباشر شكرا لكم على الحضور. شكرا لك وللزميل الفاضل ولكل المستمعين والمشاهدين. شكرا, شكرا. <applause> استاذ عبد اللطيف تبقى معنا لمواصله المل... الحدث الجزائر مباشر لكن قبل ذلك فقد نتابع هذا الموضوع للزميله وسيله بشارب حيث اعتمدت السلطات العموميه اليات جديده لتسهيل عمليه الاستثمار ضمن سلسله التدابير التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد. بين هذه الاجراءات استحداث الوكاله الجزائريه لترقيه الاستثمار والشباك الوحيد الروبرتاج لوسيله وشرب هذا هو المقر الجديد للوكاله الجزائريه لترقيه الاستثمار بالدار البيضاء بالعاصمه الوكاله تحل محل لاندي سابقا والتي انشئت منذ اكثر من عشرين عاما فقررت الحكومه اعاده النظر في مهام الوكاله صلاحياتها وكيفيه تسييرها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار مهامها، المجلس على الاستثمار مهامه اللي هي الدراسة والتصور والاستشراف في المجال الاقتصادي يعني وضع السياسات العامة، وعدنا أيضا الشباك الموحد، الشباك الموحد هو المرحلة الأخيرة أو المرحلة العملية تحصيل حاصل، هو دراسة الملفات وتحويلها إلى مشاريع صناعية، أما الوكالة الوطنية فهي الهيئة الرسمية الوحيدة اللي تتبنى المشروع منذ بدايته حتى نهايته. وحرصا منها لتشجيع الاستثمار وترقية الصادرات خارج المحروقات. استحدثت السلطات العموميه الشباك الوحيد الذي يعنى بمعالجه جميع انواع المشاريع الصغيره منها والمهيكله. قانون الاستثمار يسمح لهذه الوكاله بفتح فروع في الخارج على مستوى السفارات والممثليات الدبلوماسيه، هذا ما يسمح بجذب الاستثمارات الاجنبيه من جهه وايضا يمثل بعد وطني وهو الاهتمام بالجاليه الجزائريه الموجوده في الخارج. المستثمرون استحسنوا هذه التدابير الجديدة التي تضمنها قانون الاستثمار نقطة الشباك الواحد قد تساعد في قضية الوقت لأن يعني الوقت عامل مهم جدا استثمار الجديد هذا اللي الرئيس والله العظيم لا اعتماد الحكومة على الرقمنة لإضفاء المزيد من الشفافية على المشاريع خطوة باركها المتعاملون الاقتصاديون المنصه الرقميه للاستثمار هذه المنصه اعتقد انها خطوه ايجابيه كبيره المستثمر ماذا به يحط ورقه يحط دوسي يحط ملف وتتقضى الامور هو يروح يلها بالمشروع تاعو اذا استكملت الحكومه كل الخطوات الضروريه للانطلاق بالعمل بقانون جديد يكفل مصالح الدوله ويضمن الربح للمستثمرين المحليين والاجانب إذا مشاهدينا الكرام ولاستكمال الحديث حول الحدث نسعد باستضافة البروفيسور ابو بكر سلامي خبير في الماليه والجبايه مرحبا بكم استاذ مرحبا بك شكرا على الدعوه شكرا شكرا على قبول دعوه الجزائر مباشره اذا سيد سلامي كنا قد تابعنا من خلال موضوع الزميله وسيله بشارب استحداث هذه الوكاله الوكاله الجزائريه لترقية الاستثمار والشباك الموحد كل هذه الاجراءات وايضا المنصه الرقميه اذ كنا اردنا أن ندرجها ايضا كل هذه اجراءات واليات يعني محدده وميدانيه على ارض الواقع من اجل اطفاء المزيد من الشفافيه في قطاع الاستثمار وبذلك الدفع بقطاع الاقتصاد يعني الاقتصاد الوطني بصفه عامه كيف ترون هذه الاجراءات على ارض الواقع نعم بسم الله الرحمن الرحيم هي في الحقيقه العمليه او خلينا نقول ورشه نعم. ورشه اعاده انطلاق الاستثمار هي ورشه كبيره خاصه بعد ما شهدنا ركود كبير في الاستثمار الخارجي او في الاستثمار الداخلي سواء الاجانب او الجزائريين اذا اليوم رانا في منعطف هام هام جدا ما أن نضيع هذا المنعطف كما يقولوا لازم نعد العده من ناحية تشريعية خلاص خرجنا بالنص قانوني ونصوص تطبيقية تنظيمية من ناحية ربما الهيئات, الهيئات اليوم نظن بأن الحكومة والسلطات راهي في الأرضية لتنصيب كل هذه الهيئات اللي نعم. تهتم بالاستثمار ربما ما بقى إلا الدخول في أرض الواقع الواقع اللي نظن بأنه اليوم من واجب الحكومة أنها تستثمر كل ما لديها باش تستعيد ثقة المستثمر اللي ربما فقدها في وقت ماضي نعم. باش رجع ثقة المستثمر بقوانين قوية واضحة ما فيهاش فراغات بالمساواة ما بين المستثمرين بالشفافية امام والانيه مستثمرين. ايضا في دراسه الملفات اكيد الاليه جدا. يعني دراسه الملف احنا نعرف بانه في السابق كان شوفي كل ما كان دراسه الملف عن طريق الملف ورقي نعم. وفيه فيه الاعتمادات وفيه منح الرخص كل ما تتعطل العمليه نعم. اذا اليوم الحكومه مشات في طريق اخر اللي هو الرقمنه اللي هو المنصه اللي تفتح المساواه امام كل المستثمرين واصحاب الملفات هنا <applause> باش يكون فيه مساواه في الفرص <applause> نعم نقضي على المعاملات السابقه اللي كانت ربما هي اللي خلات المستثمر ينفر من الاستثمار في الجزائر <applause> نظن بانه هذا كما قلت منعرج هام جدا الحكومه مصره على انه يجب ان نعيد ثقه المستثمر اولا ثانيا يجب ان ينجح هذا الاستثمار بالقضاء على البيروقراطيه بالقضاء على الممارسات السابقه باعطاء صوره جديده عن الاستثمار صوره نعم. جديده عن الجزائر الاستثمار الجزائر الاقتصاد اللي راح ينطلق مع انطلاق الاستثمار اللي هو اللي راح يحرك الاقتصاد نعم. الوطني نعم سيد هو عبد اللطيف لما نتحدث عن الشباك الموحد وكما ذكر الاستاذ فانه اكيد من جهه سوف يعني يواجه البيروقراطيه وايضا يضع يطفي المزيد من الشفافيه ايضا ويحفز اكثر المستثمرين فإنه موجه أيضا هذا الشباك الموحد سوف يوجه للمشاريع التي تفوق استثماراتها الأكثر من المليارين دينار جزائري. هل لكم أن تشرح لنا أهمية هذا القرار خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الكبرى. أكيد في السابق كان المستثمر لما لديه مشاريع كبرى في قطاعات استراتيجية يتوجه من اداره الى اداره ومن وزاره الى وزاره من اجل طلب الرخص او طلب الاعتمادات او غيرها من ذلك اليوم كاين شباك موحد فيه كل الادارات التي لها علاقه بمجال الاستثمار وكذلك هناك استحداث يعني لجنه الطعن على مستوى رئاسه الجمهوريه من اجل دراسه الطعون الهدف الاساسي هو الـ هو الـ هو الثقه التي هو محاولة استرجاع الثقة التي ضاعت بين المتعامل الاقتصادي والإدارة الجزائرية نعطيك مثال فقط اليوم لو نقارن بين مجال التصدير أو مجال الاستثمار اليوم عدنا جيل جديد من المصدرين الجزائريين، السيد الوزير الاول اليوم صباحا ذكر ان هناك يعني منذ سنتين فقط او منذ ثلاث سنوات كان هناك 200 مصدر يعني بصفه متواصله. اليوم هناك اكثر من 1500 مصدر يصدرون بصفه متواصله وهناك اكثر من 3000 مصدر مسجل. نفس الشيء نريده على مستوى الاستثمار باستحداث هذا الشبك الموحد وباستحداث هذا القانون انه نتمنى ان يكون هناك جيل جديد من المستثمرين سواء شراكه اجنبيه بين الجزائر والدول الاجنبيه من اجل جلب لا التكنولوجيا الحديثه ويكون هناك لانه الصادرات حاليا او الاستثمارات الحاليه هي استثمارات كانت عليها أكثر من عشر سنوات هم الذين المستثمرين الأجانب هم الذين يقومون بعملية التصدير يعني أكثر عشر مصدرين الأوائل هو استثمار أجنبي جزائري يقوموا به ويحقوا أكثر من خمسين بالمئة من الصادرات الجزائرية لما اليوم يكون هناك صادرات أو استثمارات أجنبية مباشرة غير مباشرة في عدة مجالات استراتيجية ويكون نية صادقة وإرادة سياسية كبيرة للدولة أنه وكذلك استقرار في القوانين والترسانة القانونية نعم. التي تم وضعها في ظرف قياسي كبير أنه يوضع ثقة لدى المستثمرين الجزائريين آه رنا نشوفوا آه الجزائر تشهد يعني توافد عدة وفود أجنبية من مختلف الدول سواء دول عربية شركات كبرى مصرية إيطالية فرنسية تركية تريد الاستثمار في الجزائر نعم. ولا سيما ان هناك عده ميزات تنافسيه تتميز بها بلادنا في مختلف المجالات اليوم الاستثمار هو وهو استاذ اظن استاذ لطيف هو ما يفتح الشهيه كما ذكرتم للعديد من المستثمرين سواء كانوا العرب وايضا الاجانب وهذا ما ترجم في العديد من الزيارات رئيس الجمهوريه في مختلف البلدان العربيه او الاوروبيه ايضا وذلك الحديث يعني المفتوح بان الجزائر هي السوق الواعد خاصه بموقعها الاستراتيجي والعمق الافريقي كما ذكرنا سابقا باعتبارها ايضا بوابه افريقيا. الدكتور سلامي لو نتحدث الان في نقطه ثانيه الى جانب هذه التحفيزات ما يخص الاستثمار الاستثمار انما كانت هناك ايضا تحفيزات مرافقه مثلا اصلاح المنظومه البنكيه ايضا لجذب العديد من المستثمرين وايضا تعبيد الطريق ان صح القول ان نعبد لهم الطريق ونفتح لهم المجال واسعا للاستثمار في الجزائر كيف ترون هذه الاجراءات دكتور؟ اكيد احنا نعرف بانه الاستثمار في الجزائر كانت فيه امتيازات الامتيازات جبائية اللي زادت دعمت في القانون تاع الاستثمار الجديد ثانيا المستثمر كي يجي للجزائر لازم يجي يلقى البيئة اللي تساعده على الاستثمار لما نقول البيئة فيها البنوك اللي لازم تمشي مع مستوى الممارسات على البنوك في العالم فيها الاداره لانه هذا المستثمر رايح شو وجها لوجه مع اداره الاداره نعم. هذه اللي ربما حتى رئيس الجمهوريه قال بانه فيها ممارسات لازم نقضي عليها صحيح. الاداره هذه اللي تستقبل المواطن ربما الجماعات المحليه لأي اي استثمار راح يكون في بلديه معينه المعامله هذا المستثمر مع المسؤولين على مستوى البلديه مع الشركات اللي توفر لهذا المستثمر ربما الخدمات الاساسيه نعم. من كهرباء من طرق معبده من خدمات الهاتف من خدمات الانترنت يعني يعني لما نقول جو الجو هذا لازم يكون متوفر باش يجلب المستثمر بدلا ما يمشي الدولة اخرى يمشي الجزائر بدلا باش يمشي الولايه معينه يمشي الولايه اخرى اذا راح نخلق منافسه حتى ما بين الولايات في جلب المستثمرين اذا المستثمر هذا اذا كان باش نجلبه نعم. لازم نوفر له كل الظروف اللي هو الاستثمار نعم. وخاصه في البدايه يعني لانه علاش البدايه راح تمد صوره نعم. اذا كانت البدايه الانطلاقه ايجابيه رايح يكون فيه ارتفاع للاستثمار في الجزائر من شهر الى شهر من سنه الى, إلى سنه وبالتالي نعم. راح نخلق حركه اقتصاديه راح نخلق مناصب شغل راح نخلق تصدير لانه المواد المنتجه محليا عن طريق الاستثمار فيها جزء ربما يستهلك محليا ولكن جزء كبير يصدر لدول اخرى يكون فيه مداخل العملة الصعبه اذا انا نظن بانه كما قلت لك هي يعني ورشه كبيره وهذا الورشه دكتور سلامي تترجم بالارقام والمؤشرات فالجمارك الجزائريه من تقريبا اشهر قد اصدرت هذا التقرير وذكرت بان قيمه الصادرات قد ارتفعت ب 48.3% خلال السودان الاول من السنه الجاريه مقارنه بنفس الفتره من السنه الماضيه فقيمه الصادرات خارجه المحروقات وصلت الى 3.507 مليار دولار بنحو 50% بالمئة يعني هنا مؤشر مهم جدا بنحو ارتفاع او 50% بالمئة من الهدف المسطر. المسطر كل هذه الاستراتيجيات ليست حبر على ورق وليست كلام يعني تحليل استديوهات انما هي مؤشرات وارقام حقيقيه تصف وتضع يعني الاقتصاد الجزائري على المسار الصحيح ليس كذلك اكيد شوفي الشيء الايجابي منذ نهايه 2020 انه رئيس الجمهوريه مع الحكومه يحدد اهداف م. هذا الشيء الايجابي هي اهداف محدده في الزمن وفي المبالغ وفي الاجال معناتها هذا الشيء الايجابي اي يعني انسان اللي يكون عنده هدف باش يوصلوا وفيه اجال وفيه مبالغ لحد الان نشوف كل الاهداف تم تحقيقها ربما ب 99% 95% يعني ارقام ايجابيه جدا يبقى انه سنه 2021 حددنا الهدف 5 ملايير يعني تصوري كنا في حدود 2 مليار القفزه الى 5 ملايير معناتها اكثر من 100% لا. السنه تاع 2022 في 9 اشهر تكلم اليوم الوزير الاول تسع اشهر بلغنا اربع ملايير معناتها يعني بقات لنا ثلاث اشهر من نهايه السنه خمسة. يعني خمسه ملايير خمسه ملايير نعم. اذا بقات لنا ثلاث اشهر باش نحقق مليارين نعم. قال بانه هذا تحدي وكاين ربما مقاومه ربما صعوبات ولكن الهدف باذن الله اذا مشينا في نفس الاطار وفي نفس الاستراتيجيه رايح نصل الى هدف سبعه ملايير دولار نعم. وفي سنه 2023 ب 10 ملايير 10 ملايير دولار اذا هذا شيء ايجابي ولكن يجب ان تصبح هذه الاستراتيجيه استراتيجيه تتميز بالديمومه معناتها نضع استراتيجيه مش فقط نضع هدف قال 23 هدف لا نضع استراتيجيه بحيث انه نتدرج في الارتفاع من سنه الى سنه في اطار نعرف واش راح نصدر منا على خمس سنين ست سنين عشر سنوات واش راح نصدر لانه ممكن في ظروف خاصه نصدر مبلغ مرتفع ولكن بعد سنه او سنتين نعاود ننحدر الى مبلغ اذا الاستراتيجيه هي اللي تحدد لك ما هي القطاعات اللي تصدر ما هي ظروف التصدير ما هي المناخ المحيط بالتصدير العمل على المستوى الخارجي عن طريق فتح الوكالات الاستراتيجية اظن دكتور بانه ايضا يحكمها كما ذكرتم الاطار التشريعي الذي هو يعني يعني مهيئ للمستثمرين ايضا والنصوص التطبيقيه التي صدرت النصوص التطبيقيه ثمان لقانون الاستثمار الذي صدرت بعد صدور هذه النصوص التطبيقيه الاليات الان على ارض الواقع وممكن اذا كانت تشاطرونني الراي ان نتوقع ارتفاعا في هذه السياسه وفي هذه الديمومه كما تذكرون دكتور اكيد شوفي انا ربما ما زلنا مشكل اللي ربما فيه صعوبه في القضاء عليه اللي هو مشكل البيروقراطيه لانه هذا هو النقطه السوداء في الجزائر اليوم اللي فيه عمل متواصل من طرف حكم القضاء عليها اذا المستثمر اليوم اذا كان يمشي يجد عراقيل اداريه هذا مشكل كل شيء حضرناه بقى الانطلاق في الواقع الانطلاق في الواقع ما نقدرش نمشي الى كل ولايه وكل المنصه الرقميه والشباك الموحد من بين الاليات التي سوف اكيد المنصه الرقميه اللي نعم. رايحه تمد كل الفرص للمستثمر باش ما يكونش يد هذاك الانسان اللي يقاوم عمليه الاستثمار ما يكونش عندها دخل في عمليه الاستثمار نعم. هذا هام جدا المنصه الرقميه عندها دور كبير جدا ضيف الى ذلك الهيئه اللي راح تنصب على مستوى رئاسه الجمهوريه اللي عندها دور كبير جدا لماذا وضعها رئيس الجمهوريه على مستوى الرئاسه لانه باش تكون عندها قوه ما تكونش على ما... صحيح ربما الحكومه تكون متابعه عندها دقيقه اكيد و... نعم. تكون متابعه دقيقه جدا تكون بحيث انه اي انسان يعرقل عمليه الاستثمار بالفعل او بالقول او باي شيء رايح ربما يعاقب بقوه القانون ورايح المستثمر عنده ثقه لانه علاش؟ كين هيئه تظلم، هيئه اللي راح تدرس التظلم تاعه ورايح ترد عليه ونحن شفنا في السابق لما اعطى رئيس الجمهوريه وكلف الوزير الاول نعم. بدراسه الملفات اللي كانت متوقفة حوالي 900 ملف انطلقت نعم. تقريبا أه صحيح. اقتربنا من 100% مئة لما تشوفي بانه لما يكون قرار وتكون الاراده راح تطبق الميدان ننظر بانه اذا في بهذه المنهجيه رايح الاستثمار ربما البدايه ما تكونش كما بقوه ولكن رايح يكون منا نقول لك على نهايه 2023 رايح نشهد ارقام كبيره في نعم. اطار وهو الاستثمار. كذلك, وهو كذلك دكتور بروفيسور السيد عبد اللطيف هو في اخر سؤال الاستاذ تحدث عن هذه الديمومه والهدف ايضا ليس فقط هو اننا ان نصل الى القمه انما ان نبقى في هذه القمه ونبقى نسجل كل هذه الارقام الايجابيه وذلك ايضا موازاه الحديث ايضا عن الاجراءات يعني كيف ترون بان للجزائر او هذه الاليات التي سوف تجعل من الاقتصاد الوطني دائما باقي في القمه ويحقق هذه الارقام الايجابيه. جيد سؤال جيد. حقيقه التحدي الكبير هو المحافظه والمواصله على الديناميكيه وعلى النسب ومعدلات متصاعده للتصدير خارج المحروقات باعتباره الحلقه الاساسيه في النمو الاقتصادي لجلب العمله الصعبه. من بين الآليات التي استحدثتها الحكومة من خلال وزارة التجارة وترقية الصادرات هو تنظيم معارض خاصة بالمنتجات الجزائرية في الخارج، لا سيما استهداف السوق الإفريقية. الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية هنا. والدبلوماسية الاقتصادية. اليوم نذكر هناك لجنة وزارية تشرف عليها وزارة التجارة بمشاركة أكثر من 17 قطاع وزاري. ندرس مدى امكانيه مشاركه الجزائر في مختلف دول العالم. اليوم الجزائر تحضر لمشاركه قويه في 25 ديسمبر 2022 في نهايه سنة الى 29 ديسمبر بمعرض كبير للمنتجات الجزائريه بدوله ليبيا بطرابلس نحن بصدد التحضير هناك عده طلبات للمتعاملين الاقتصاديين من اجل المشاركه والترويج للمنتوج الجزائري في ليبيا باعتبار هناك طلبات كبيره. لا. نحذر ايضا في النصف الثاني من شهر جونفي 2023 لمعرض كبير في موريتانيا في نواقشه العاصمه، هناك طلبات كبيره اكثر من 300 طالب متعامل اقتصادي باش يشاركوا، هذو معارض بيع يعني هناك معارض وبيع كذلك نحذر في الاشهر الاولى من سنه 2023 لمعرض خاص بالمذيبات الفواري من الاجراءات ايضا التي ذكرنا تدخل في اداره دبلوماسيه الاقتصادية الى جانب العمل الميداني أكيد. من خلال أكيد. التشريح ايضا والاليات التي سوف تمكن من تنويع وتحسين الاقتصاد الجزائري السيد عبد اللطيف هواري اطار بوزاره التجاره وترقيه الصادرات مرحبا شكرا لكم على الحضور على كل هذه المعلومات والشكر ايضا موصول للدكتور مبكر سلامي خبير في الماليه والجبايه شكرا لكم دكتور على كل هذه المعلومات وشرفتُمونا اذا مشاهدينا الكرام نصل الان الى الملف لكن بعد فاصل ولا عوده مشاهدينا الكرام وبالحديث عن حيثيات القمه العربيه قمه الجزائر العربيه في الفاتح وثاني نوفمبر اولا سوف نخصص الملف الى اهميه تحقيق الامن القومي العربي والذي يعد من بين الملفات المطروحه في اجنده قمه الجزائر وهو من التحديات التقليديه والحديثه في نفس الوقت والامن العربي هو امن الدول العربيه مجتمعه في سياق تفاعلها كامه وائتلافها كمنظومه اقليميه في الوقت ذاته فما هو الامن القومي العربي وما هي تحولاته ورهاناته ولمزيد من التفاصيل يحضر معنا الاستاذ ادريس عطيه استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه مرحبا بكم استاذ. اهلا وسهلا بك وتحيه طيبه بخلافك لكل المشاهدين الكرام. شكرا استاذ على تلبيه دعوه البرنامج كما يلتحق بنا عبر السكايب البروفيسور علي بقشيش استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه من جامعه الاغواط يبدو بان السكايب ليس حاضر معنا اذا ساتوجه بسؤالي الاول الى البروفيسور ادريس عطيه، استاذ ادريس عطيه عندما نتحدث عن الامن القومي العربي، الاكيد بان هناك العديد من النظريات من, خ... من طرف الاساتذه من جهه وايضا الع... قد طرح في العديد من القمم. لو نتحدث عن اهميه هذا الامن القومي العربي الذي يطرح في كل مره في القمم العربيه، لكن قمه الجزائر سوف تخصص له جانب مهم جدا نظرا لاهميته، نتحدث عن هذه الاهميه. <تصفيق> <تصفيق> نعم، الاهميه هو معطى مهم للغايه. والحديث الأمن هو الحديث على حالة أو ظاهرة تتعلق بانتفاء الخطر أو انتفاء التهديد أو انتفاء حالة الخوف في حد ذاته بما فيه الخوف في إطاره المعنوي أو في إطاره المادي وعند الحديث على الأمن العربي أو الأمن القومي العربي الذي هو أقرب للأمن الإقليمي لأنه هنا نتحدث على أمن وطني أو مجموعة لأمون وطنية لكل وطن عربي له أمنه الخاص لكن الشيء الجامع هو الأمن القومي العربي أو الأمن الإقليمي العربي الذي يعتبر جزء من المنظومة الدولية للأمن ككل لكن القمام العربية كلها دائما تعالج موضوع الأمن وكان من بواكير ربما العمل العربي المشترك هو التوقيع على اتفاقية سنة 1950 للدفاع العربي المشترك مع أن هذه الاتفاقية لم يتم تفعيلها أو يتم تطويرها بشكل كامل اليوم الكثير من القمم حاولت أيضا أن تهتم بالقضايا الأمنية لكن الجزائر قد تطرح اجنده عمل مختلفه تتعلق بالمقتضيات الجديده للامن لان موضوع الامن لم يبقى في المفهوم متشاهد. الكلاسيكي نعم او المفهوم العسكري المحض او نعم. الذي يرتبط صحيح. بتعزيز وجود هذه الدول العربيه وانما اصبح امن متشعب كما اشرت نعم. هو مفهوم موسع يشمل تقريبا كل مناحي الحياة في الإعلام أصبح جزء من المنظومة الأمنية التربية أيضا أصبحت موضوع أمني بامتياز الصحة بطبيعة الحال الغذاء المجال السبراني وكل أعتقد المجالات الحياتية الثقافة الأمن اللغوي وكلها مواضيع ذات أهمية حالي اليوم بالفاعلين على مستوى القمة العربية وبالقادة العرب أن يهتموا بهذه المواضيع على رغم تنوعها على رغم تشعبها لكن في نهايه المطاف هي متشابكه ومرتبطه مع بعضها نعم وكذلك بعض. بروفيسور والامن العربي يعني هو امن اقليمي من جهه صحيح وان يمكن لا يمكن ان نفصل مثلا امن منطقه امن بلد ما عن بلد اخر انما امن يعني كل البلدان مترابط وهو كما نقول يعني الدول العربيه تتقاسم التاريخ وأيضا الحاضر والمستقبل ومن هذا الأساس يتوجب أن, أن يكون يعني تأمين ومناقشة هذه الإشكالية عن طريق يعني بعيدا عن النظريات بل كما ذكرتم أستاذ على طريق إجراءات تطبيقية كيف ترون أهمية الأمن العربي القومي من أجل مواجهة كل هذه التحديات المفروضة على الدول العربية الآن؟ نعم هنا نتحدث عن تطبيقات الأمنية الجماعية في الإطار العربي والتي هي ضعيفة للغاية لانه يغيب دائما التنسيق المشترك وربما حتى الادراك المشترك لمنطقتنا العربيه لانه ولو نعمل على قراءه الوضع الامني وهنا كما اشرت دائما أن التهديدات الامنيه اصبحت عابره الحدود لا تعترف بشيء يسمى بالحدود او بالقوميه او بالجغرافيا وانما هي ممتده على سبيل المثال ظاهره ارهاب أو ظاهرة الجريمة المنظمة أو أيضا التحديات البيئية والمناخية وغيرها من المسائل التي لا تقف عند حدود معينة وإنما تتجاوز ربما الدول على العربية وتتجاوز حتى المنطقة العربية مجتمعة. اليوم نحن في حاجة إلى إعادة تعريف تهديداتنا الأمنية المشاركة وحتى الفردية وفي حاجة أيضا إلى تبادل الخبرات، عندما نتحدث عن الجزائر، الجزائر هي مدرسة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ولها تصورها المهم بل ساهمت قبل ذلك في إنشاء الاتفاقيه العربيه لمكافحه الارهاب ودائما ما تركز على مواضيع دقيقه ومواضيع امنيه مهمه جدا يمكن ان تكون سبيل لبعث الاليات للتعاون العربي ولبعث ربما اجنده عمل مشاركه في الكثير من المجالات، ايضا عندما نتحدث على اتفاقيه الدفاع المشاركه مع انه الكيان الصهيوني او بعض الاطراف الفوق عربيه تتخوف من وحده العرب لانه كانت عندهم تجارب سابقه على سبيل المثال فكره الحديث على انشاء ناتو عربي لكن للاسف أنه هذه الفكرة كانت مخترقة أو كانت نواة ربما لتصور أمريكا أو تصور غربي بالأساس وبالتالي لا تخدم الأجندة العربية ننتظر طرح المقاربة الجزائرية وجهودها في محاربة الإرهاب على الطاولة والاستفادة أيضا الدول العربية من هذه التجربة نعم لكن هنا أيضا ينبغي الإشادة لأن الجزائر رفعت أكثر مرة لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وركزت عليه في الإطار العربي خاصة عندما نجد دول عربية تساهم في تهديد أو في تحطيم دول عربية اخرى وهذا مرفوض لدى الجزائر لان الجزائر حتى في فكره الناتو العربي او هذا الحلف العسكري العربي كان من المتوقع ان يساهم في بناء امن عربي مشترك وان يدحر دائما اعداء الامه العربيه ولا يستخدم لتحطيم بلد عربي او ضد فصيل او ضد اي طائفه في الامه العربيه وهذا التصور الجزائري رفعت عليه في كل قمه العربية خاصه قمه الكويت سنه 2014 وموقفها كان واضح ايضا قمه قطر 2016 وموقفها كان واضح وربما بعد الدول العربية فاهم الجزائر فاهم خطأ حتى في 2012 عندما تحفظت بعض الدول على سوريا وعلى مقعد سوريا أنذاك كان دائما الموقف الجزائري واضح وهي نفس العواصم التي سحبت سفرائها من سوريا اليوم أعادت اعتماد سفرائها في دمشق وبالتالي نظرة العربية هي نظرة جزائرية هي نظرة متوازنة في الإطار العربي دائما هي نظرة مستقبلية في الإطار الأمني وفي الإطار الاستراتيجي بالنسبة للدول العربية بل أنه الجزائر هي أكبر من دول أكبر دولة دافعت على على مفهوم السيادة العربية وعلى عدم استباحة الدول دافعت على مبدأ السيادة العربية أستاذ عطية أو أساسا هذه السيادة العربية الجزائر التي دائما تدافع عليها متعلقة بالقضية الفلسطينية أم القضايا والقضايا والقضية وهي قضية أمنية بامتياز قضية أمنية بامتياز والتي سوف تطرح بالأكيد على طاولة النقاش وسوف تكون لها يعني تبعات ومخرجات إن شاء الله تكون إيجابية لصالح القضية الفلسطينية ومن هذا المبدأ بروفيسور عطية هل يمكن مقارنة قمة الجزائر المقبلة بقمه انشاس وهي اول اجتماع عربي عقد سنه 1946 وجاءت لمناصرة القضية الفلسطينية وخرجت بقرارات مؤيدة لعروبة فلسطين هذا صحيح وهي ارضية وانطلاقة حقيقية لانه حتى فلسطين المضره الحقيقيه جاءتها من انتكاس 67 اي بعد سنه من هذه الاتفاقيه وهذا اللقاء الذي كان الاول للجامعه الجامعه الدول العربيه بعد عام 1945 والانتكاسه هي التي لم تؤثر فقط على فلسطين وانما فسحت المجال لتوسع الكيان الصهيوني على المستوى الفلسطيني وعلى مستوى اقطار عربي اخرى نعم. لان على مزارع الشعب اللبناني نتحدث على هضبه الجولان السوريه نتحدث على صحراء سيناء المصريه وبالتالي الامن القومي العربي اصبح مهد في اجزائه وفي في اقطاره في رقعته الجغرافيه خاصه انه كان يؤمن دائما بالروايه التوسعيه تحت مبدا اسرائيل حدود كيم الفرات النيل وبالتالي كل بروتوكولات حكومه صهيون تشتغل على هذا المفهوم نعم. وبالتالي انه تصفيه الاستعمار من المنطقه سواء نتحدث على القضيه الفلسطينيه او حتى ايضا القضيه الصحراويه لاني انا وهو موقفي الخاص انه القضيه الصحراويه ايضا قضيه عربيه لانه اسمه الجمهوريه العربيه الصحراويه وهم ناطقين باللغه العربيه ويدينون الاسلام وبالتالي نعم. ينبغي ان يكون هناك نوع من انواع الارتباط بين القضيه الفلسطينيه والقضيه الصحراويه بل حتى بعض الدول التي طبعت ملكيا صهوني نكاية في الصحراويين أو تحت مبدأ المقايضة بالقضية الصحراوية أو بالتراب الصحراوي نفس الشيء اليوم لأنه الحديث على كما اشرت اتفاقيه لسنه 1940 ليست نفس التحديات الامنيه اليوم نحن نتحدث على تهديدات امنيه مركبه نتحدث على قضايا مستجده نتحدث على مقتضيات ضروريه وملحه جدا لم تكن موجوده في السابق لانه السابق على الاقل المكون العسكري او التهديد العسكري كان هو الاساس والذي يؤثر دائما على كينونه الامه العربيه اليوم الكثير من القضايا اصبحت تؤثر على الامه العربيه وعلى راسها على سبيل المثال عندما نتحدث عن الامن الطاقوي وضروره تفعيل التجاره العربيه على المشاركه وتحقيق أرضية عمل مشترك لا. لأنه لو نعود إلى سنة 1974 الحظر على البترولي الذي مارسته الدول العربية وكانت الجزائر هي دولة قائدة في هذا الإطار من أجل معاقبة الدول التي كانت تساند الكيان الصهيوني آنذاك وبالتالي دفعها للعدول عن قراراتها أو مساندة هذا الوحش الكاسر في المنطقة العربية اليوم الجزائر أيضاً عن طريق منظمة الأوبيك لعبت دور كبير جدا وهي تدرك التحولات العالمية والتحولات الاستراتيجية المجملة وجدنا اصطفاف جديد جزائري سعودي في داخل منظمه الاوبك نعم. وبالتالي من اجل دائما الحفاظ على كينونه الامه العربيه بروفيز. وعلى دورها البارز في ظل التحولات العالميه الراهنه نعم كما ذكرتم بروفيسور بأن الامن يعني هو متشعب الاوجه ومتشعب ايضا المجالات لكن الان سوف نتحول الى القاهره حيث ضبطت وسائل الاعلام المصريه اجندتها وموجاتها على موجه الاجتماع العربي في قمه الجزائر حيث التلفزيون الجزائري قناة النيل الإخبارية المصرية، وحيث ينضم إلينا من استوديو القناة النيل المصرية مبعوث التلفزيون الجزائري إلى مصر سيد أحمد بلونا سيد أحمد مرحبا وهل لك أن تضعنا في صورة الحدث وهو القمة العربية بالجزائر ووجهة نظر الإعلام المصري هناك تفضل سيد أحمد. نعم زميلتي متواجدون اليوم في مقر قناة النيل المصرية هنا في القاهرة التقينا كما قلت بعديد الإعلاميين ورصدنا تحضيراتهم لهذه القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر وأيضا إلى رؤاهم وآمالهم من هذه القمه، اسعد باستضافه معي هنا في هذا البلاطو، بلاطو قناه النيل، السيد حمد محمود كبير المعيدين ورئيس تحرير هنا بالقناه، سيدي مرحبا وشكرا على تلبيه الدعوه. اهلا وسهلا بكم في القاهره، اهلا بكم. شكرا لكم، سيدي نحن الان في برنامج الجزائر مباشر نتحدث عن تحضيرات الاعلام المصري لهذه القمه، كيف تسير هنا خاصه هنا في قناه النيل الثقافيه سيدي؟ آه، الـ 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 القمة لها زخم كبير تكتسب زخم من طبيعة دولة الانعقاد ودولة الجزائر الجزائر دولة لها تاريخ طويل وهي دولة محورية في العالم العربي تلعب دور مؤثر ليس في المنطقة العربية فقط وإنما في أفريقيا الجزائر دولة لها دور سياسي كبير على الصعيد العربي وايضا على الصعيد الاقليمي والافريقي ومن هنا تكتسب القمه العربيه زخم كبير خاصه ان هناك العديد من الملفات المؤجله لا سيما الملف الليبي وهو ملف ساخن يحتاج الى موقف عربي موحد ايضا هناك ملفات اخرى كالملف السوري وعوده سوريا الدولة العربية الشقيقة ذات الدور الفاعل في المنطقة العربية عودتها إلى الحضن العربي لتلعب دور مؤثر، هناك أيضا أزمات متعددة كأزمة السودان، الأزمة في القرن الأفريقي ومعانيه يعني الصومال، الأزمة في العراق، أزمات عربية متعددة تنتظر الحسم. ومما لا شك فيه بان الدور الريادي للجزائر في المنطقه العربيه وخاصه ما اطلعت به من دور مؤثر في المصالحه الفلسطينيه وجمع شمل الفرقاء الفلسطينيين كان امر ايجابي جدا اكتسب دور مهم في لم شمل الاخوه الفلسطينيين وهذا امر لم يكن بالسهل وانما كان نتاج جهود كبيره جدا قام بها القاده في الجزائر وعلى راسهم السيد الرئيس عبد المجيد تبون الذي قام بجوله عربيه تحضيريه لاعداد ما سيتم مناقشته مع القاده العرب في قمه الجزائر المؤجله حيث اجلت عده اشهر ولعلي هنا اقول بان التاجيل كان تاجيلا حميدا حتى يستطيع القاده العرب والرؤساء والملوك العرب التوصل الى رؤى موحده بشان الملفات الساخنه لا سيما ان الملف الليبي هو الاكثر سخونه على الصعيد الاقليمي هو ملف مشترك ايضا بين الجزائر ذات الحدود المتراميه مع ليبيا الشقيقه وايضا على الطرف الاخر تقع مصر ذات الحدود الطويله الشاسعه مع ليبيا أمن واستقرار ليبيا يهم مصر والجزائر وأمن واستقرار الجزائر ومصر من أمن واستقرار ليبيا شكرا بارك الله فيكم إذا كان هذا البث من وسط القاهرة بالضبط من قناة من استوديوهات قناة النيل زميلتي لدينا إرساليات أخرى ستكون في مواعيدنا المقبلة بحول الله نعم نعم زميلي سيد أحمد شكرا لك شكرا لك كنت معنا من القاهرة وشكرا أيضا موصول لضيفك الكريمة أستاذ إدريس عطية حامد محمود رئيس تحرير قناة النيلة الإخبارية كنا قد تابعناها الآن من خلال مراسلة الزميل سيد أحمد بلونة وذكر أهم الملفات الحساسة التي سوف تطرح على طاولة نقاش جامعة الدول العربية ومنها الملف الليبي وأيضا خاصة فيما يخص هذه التحديات وذكر بأن أنه من بين أهم الملفات الحساسة أيضا التي سوف تناقش كلها تتعلق بالأمن العربي الذي لا يمكن أن يكون مثلا كما ذكر الأستاذ من ليبيا هو من أمن الجزائر وغير ذلك يعني كل هذه المقاربات تقريبا متعلقة بكل البلدان العربية لو نتحدث أستاذ على أهمية هذا الاستراتيجية وهذه النظرة المحددة فيما يخص ربط الأمن القومي مع كل الدول العربية بالفعل هو تحدث ربما على الدول العربية التي تحولت إلى ثقوب سوداء في المنطقة على غرار الملف الليبي والتجاذبات بين الجزائر ومصر في هذا الإطار تحدث أيضا على الصومال تحدث بطبيعة الحال على سوريا وعلى مركزية سوريا في النظام الإقليمي العربي وبالتالي كلها قضايا استراتيجية ونحن كجزائريين وكعرب أيضا نتتبع ربما حتى التحديات الأمنية على مصر حد قبل يومين رئيس مصر يتحدث على أن الشعب المصري مهدد في أمنه المائي والجزائر لعبت دور من خلال تقريب وجهة نظر بين أثيوبيا وبين السودان ومصر من جهة وهي تدرك أهمية الأمن المائي وتداعياته على المنطقة ككل خاصة أمام ربما التوجهات السهنية في المنطقة التي ترمي دائما إلى محاصرة الدول العربية ومحاولة التأثير على قرارها نفس هذا يقع بالنسبة للعراق نهر دجلة والفرات وبالتالي هذه المنابع المائية نهر دجلة والفرات أو الأزرق والنيل الأبيض كلها تأتي من مساحات ربما غير عربية ومن فضاءات غير عربية وهذا ما يدعى يجعل دائما المنطقة العربية رهينة للتجاذبات الدولية هذا إذا تحدثنا على متغير فقط يتعلق بالأمن المائي أيضا الأمن الغذائي مهم جدا جداً لأن الماء يرتبط بالغذاء والماء في توجهاته يستخدم العديد من الاستخدامات هو للشرب هو الاستخدام المنزلي هو للصناعة هو للزراعة وهذا مهم خاصة أمام أن هناك إرادة جزائرية إرادة مصرية إرادة سعودية للتوجه نحو عالم الصناعة وهذا ربما يسمح لهذه الدول بان و... تحقق ربما رصيد معتبر من و... هذه الماده الحاليه. وكذلك بروفيسور ادريس عطيه وكل هذه التحديات في سؤال اخير ايضا نجد التحديات المتعلقه بالبيئه والمناخ والتحدي ايضا النووي والطبي، كل هذه التحديات في رايكم كيف سوف توضع على طاوله النقاش وما هي القرارات والتوصيات المنتظره من قمه الجزائر في هذا السياق؟ نعم لانه توضع تحت اطار مفهوم الامن الشامل للدول العربيه وينبغي التدقيق ربما في كل هذه العناصر الامنيه انت تحدثي على الامن النووي تحدثي ايضا على القضايا البيئيه وهي اساسيه خاصه امام التغيرات المناخيه وانعكاساتها على المنطقه لانه زياده مستوى التصحر زياده ربما نقص الغطاء النباتي في المنطقه قد نشهد في المستقبل ظاهره اللجوء البيئي وغيرها من الجوانب التي قد تكون تداعياتها وخيمه ايضا تاثير البيئه على الزراعه تاثير على الصحه كل اعتقد ابعاد وربما نظام دولي لحقوق الانسان يقر هذه الحقوق حق الانسان في البيئه وحقه في الغذاء وحقه في التعليم وحقه في الحريه وبالتالي التحرك العربي ينبغي ان يكون في هذا الاطار من خلال نعم. اعاده تفعيل الميثاق العربي لحقوق نعم. الانسان من خلال ايضا خلق انظمه او اجهزه انذار نعم. حقيقيه للتعاون نعم. العربي وحتى وكالات ذات بعد وظيفي تتعلق وهو بقضايا الامن على مستوى الجامعات الدول العربيه. وكذلك البروفيسور ادريس شكرا لكم على الحضور وعلى كل هذه المعلومات إذا المشاهدين الكرام إلى هنا نصل إلى ختام برنامج الجزائر مباشر شكرا لكم على كرمي المتابعة وأطيب المنا